مدام ماجدة الخضري مدرسة اللغة العربية حبيبة عمرو والدته اللي بيقول عليها نسخة لا تتكرر. بحييكي ومبسوطة ان احنا في العيد انت معانا ومع حبيبك عمرو اللي هو الرائد نور. كان في عنده في المسلسل لبلبة ماما زوزو بتدلعه وبتهننه يعني وبتتمنى له الرضا يرضى. كنت انتي ام بتدلع قوي كده عمرو ولا لا؟ اوعي تقول يا حق. بصي انا قاعد جنبك اهو. لا حقيقي حقيقي لا ما كنتش بدلع قوي كده. كان بابا طيب جدا جدا جدا، فانا كنت ايه الشريره بتاعت الفيلم. ايه ده انتي ماما اللي مش قوي يعني حازمة. بس 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 في الاوقات بحس ان لا مفروض يبقى في حزم في الوقت ده. فكنت انا باخد الدور ده بقى. ليه هو عمرو كان شقي ولا كان جدا هادي؟ جدا الله جدا بتقوليها من قلبك. ايه ده عمرو كان شقي جدا، والصوره بتاعته بالظبط في حياه دلوقتي لما بشوفها كاني شايفه عمرو. لا كان شقي ازاي يا مدام؟ ما كانش بيمشي على الارض، بيمشي على الكنب. كده على طول يعني دايما. وبعدين كان عاملني بقى ايه على طول عمرو فين دور على عمرو هاتولي يا عمرو. ليه يا عمرو؟ كان على طول كده مخليني عمال الف حوالين نفسي. يعني تعبك عمرو جدا جدا. يا ماما انت بتقولي حاجات يا ست انا لا حقيقي كان متعب جدا. عائل امتى بقى؟ عائل بالدرجه مصيبه لا تقول ما عائلش. لا 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 بالدرجه انه مامتك بتقول عليك. انت ما حضرتش الكلمتين دول يا عمرو. حد بيقول عمرو ده كويس قوي، فراحت مامتك قالت انتوا ما تعرفوش عمرو، اللي شايفه كويس عمرو كويس مليون مره عن اللي الناس شايفاه كويس. فهي قد ايه مامتك شايفه فيك نموذج ايجابي جدا. فانا جالي تخيل ان انت كنت طفل هادي. انا قلت بقى الام اللي تقول كده على ابنها يبقى كنت بقى هادي ومطيع. لا كل الاطفال كل الاطفال. طب عقل امتى بقى؟ لا لما كبر بقى خلاص في لما وصل لمرحله ثانوي وصل ال 50 لا لا خلاص حقيقي بقى مسؤول. التمرين التجديف واخد فيه بطولات كان رائع بصراحه. لا كنت تلعب رياضات ايه يا عمرو؟ انا قعدت 9 سنين بلعب رياضه من اصعب الرياضات في الديسيبلين او الانتظام يعني اللي هي التجديف. انا كنت بصحى فاكر انت يا ماما كنت بصحى الساعه 3 ابقى في التمرين الساعه 4:30 قبل النور ما ينور. نبدا تمرين الساعه 5:15 ده اني نادي تجديف بقى القوات المسلحه في الزمالك. اخلص تمرين ابدا تمرين الساعه 5 الفجر ان اخلص تمرين الساعه 7:30 دش سريع في النادي بميه متلجه لانه الخزانات اللي هي السخانات بتكون خلصت فمستحبه بميه ساقعه في شهر ديسمبر. 8:30 كده في 9 في المدرسه. كان واخد استثناء في المدرسه علشان وكنت واخد استثناء عشان كنت بطل يعني من الابطال الشاطرين كويسين يعني الحلوين فبدونا اجازه ان انت ما تحضرش الحصه الاولانيه شهاده يعني. فانا من حقي ان انا افوت الحصه الاولانيه عشان ما انت ملتزم ومجتهد اهو. امال مامتك بتقول عليك كلام مش ولا بد كل الاطفال كل الاطفال هي بتقول لك لما كنت طفل لما كبرت شويه بقيت كانوا عشقيه كلهم الحقيقه. بس علا كانت هاديه الحقيقه وهي طفله اهدى طفله. وبعدين لما كبرت بقت شقيه. لا اله الا الله ما فيش شيء بيدوم على حاله. لا 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 جد بلغي عننا النهارده. معلش مامتك بتفضفض بقى براحتها بتفضفض هي ما لقيتيش غير برنامج منى الشاذلي تفضفضي فيه. ايوه هم بتفضفضي معانا في البيت يجوا يقولوا كل حاجه يا عمرو. بنيجي هنا بقى خلاص ما بنعرفش. طب قولي لي سالت عمرو عن ايه الاختلافات اللي حصلت ما قبل الجواز والمسؤوليه وما بعد الجواز والاطفال. انت قادره تشوفي اختلافات في عمرو واضحه جدا؟ مسؤوليه كبيره وقدها. هو قدها حقيقي انسان مسؤول بمعنى الكلمه يعني. رائع دي يعني مش قادره اقول لك يعني انا فخوره بيه. هو حقيقي هو يستاهل. هو يستحق. هو يعني هو الكلام ده يعني ما بتقوليهوش ليه لا يعني فخوره بيه زوج فخوره بيه اب. ما بتقوليش الكلام ده غير بيصلح لك الموضوع يا عمرو. لا حقيقي وابن طبعا قبل كل ده. اكتر حاجه بالنسبه لك في عمرو هو تحمله المسؤوليه طبعا. هو ما بيكلمش ما بيعبرش عن مشاعره.
هو حنين جدا 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 بس ما بيعبرش بالكلام، لكن هتلاقيه تصرفات ومواقف رائع يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.